بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الليمون المخلل بالطريقة السريعة. تعال نشوف هنعمله ازاي. طبعا هنا احنا بنستعمل الليمون الكبير، وطبعا الليمون هو البرنس بتاع المخللات كلها. الليمون بيبقى اطعم حاجة في المخللات وبنحتاجه بسرعة وبيخلص. وعندي حبة ليمون حبيت اعملهم لكم على السريع كده اهو، وهي نفس الطريقة العادية، بس بدل ما بنسويه على النار ده بنسيبه بنفس الطريقة، بس بنسيبه زي ما بنجيبه من عند الراجل من الخضر. يعني انا هنا جبت الليمون غسلته كويس بمية جارية تحت الحنفية وسبته فيها شوية كمان، لو لا يكون في رمل ولا حاجة بطلعها، وبعدين برفعه على النار في مية تانية غير المية دي، واسيبه لغاية ما يقرب على النضج. اول ما يبدأ ينضج كده بنطفي عليه ونسيبه يبرد. كده انا جهزت الحاجات اللي هستعملها. بعد ما يبرد الليمون بقطعه كده زي ما انت شايفه، وبجيب ملح خشن وحبه البركه والعصفر وبطرمان نضيف، يعني ما فيهوش اي حاجه، لا ميه ولا اي حاجه، ومعقمه ومنشفه اهم حاجه دي. ادي العصفر وده الملح وحبه البركه، ملح خشن وحبة البركة اللي هو ملح البحر يعني، وحبة البركة هو أنضف حاجة في المخللات وأحسن حاجة وأطعم حاجة، وكمان مش مؤذي، صحي. وكمان الليمون بعد ما بيتخلل ما بيبقاش طبعا دايب على الآخر، بيبقى مستوي بس مش مهري. بجيبه بقطعه كده بالشكل اللي انت شايفاه، يعني ماسك نفسه الليمون كده، وببدأ في داخله بحط الملح والتابل المخصوص اللي هو العصفر وحبة البركة. تمام كده جاهز على اني يبقى في البطرمان. بعد ما احط التوابل بتاعته ابدأ ارص في البطرمان. هخلص الكمية كلها ونرجع. كده خلصنا. انا كل ما بحط حبة ليمون بدوس عليهم لغاية ما الليمون يطلق الماء اللي داخل، علشان المية دي هيستوي فيها الليمون نفسه، هيبقى ياخد من نفس الطعم بتاعه ويستوي فيه. يعني ما بحطش مع الليمون مية من بره، لأ، منه فيه المية بتاعته. المية دي بتبقى حلوة جدا، ممكن تخليلي فيها تاني، وممكن هي نفسها تطلعي شوية مع الليمونة اللي هتاكليها وتغمسي فيها، بيبقى طعمه حلو جدا. هنا مية ليمون يعني. بعدين هحط معلقتين زيت على الوش بتاع البطرمان عشان ما يطولوش حاجة يعني، وهو ويتخلل يفضل كده كويس فترة طويلة لغاية ما تخلصي. تمام كده هنسيبه يومين وهيبدأ يبقى جاهز للأكل. هنغطيه كويس. بعد يومين بيبقى خد من طعم حبة البركة والعصفر والملح، وبيبقى طعمه حلو ويتاكل خلاص كده. الليمون الاخضر بنعمله بنفس الطريقه، بس بغير له الميه، بياخد كمان يومين واحنا نغير له الميه قبل ما نحطه في البطرمان عشان تروح المراره منه، لانه ده ما فيهوش مراره اصلا، انما التاني بيبقى البلدي بيبقى فيه مراره. استوى كده وخد من طعم الملح وحبه البركه والعصفر، وبيبقى طعمه جميل جدا. وعملنا ليمون مخلل في يومين.
وما بيفرقش الطعم وجميل جدا، وزيه زي اللي بتعمليه عادي بدون ما بتسلقيه. وده شكل الليمون بتاعنا وبأبسط الطرق. ممكن تحطي معاه فلفل حامي، ممكن ما تحطيش، براحتك يعني. الفلفل برضو ما بياخدش وقت وبيستوي بسرعة، ممكن تحطي معاه فلفل حامي لو انت عايزة بفلفل حامي. عملنا مع بعض المخلل الليمون بالطريقة السريعة، وقلنا على طريقة المخلل العادي، الليمون العادي. كانت معاكي قناة نانا وسمسمة، عملنا مع بعض الليمون المخلل بالطريقة السريعة والعصفر وحبة البركة. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وان عجبك الفيديو اشترك وفعل الجرس ولايك عشان يوصلك جديد نانا وسمسمة، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.